السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 الترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض حل بعض الامثلة الخاصة بالاكتيفيتي بوك او كتاب التدريبات. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة هنحل مع بعض من اول page 3 او صفحة رقم 3 في الاكتيفيتي بوك، وعنوانها How old is she؟ How old كم عمر؟ لما بسأل حد عن عمره او عن سنه بقول له How old، لو هو قدامي بقول له how old are you، لو بسأل عن سن بنت بقول how old is she كم عمرها، لو بسأل عن عمر ولد او راجل بقول how old is he كم عمره. فhow old هي الأداة اللي احنا بنسأل بيها عن سن حد معين او عمر حد معين. فلما باجي اقول لك how old is she، how old is she بسألك عن عمر بنت او واحدة ست وبقول لك كم عمرها. شي هي طبعا زي ما احنا عارفين وهي الضمير الخاص بالبنت او الست، يعني هي. فهاو اولد از شي يعني كم عمرها. وهنا بيزي بي بتقول لنا لوك انظر رايت اكتب اند سي وقل. وهنا مدينا صور اصحابنا اللي في كونكت بلس. اول صديق لينا هو صديقنا ادم ومكتوب عليه 14 او 14، ومكتوب تحت منه he is مسافة dots years old. المفروض هنكتب هنا طبعا يا اصحابي he is 14 years old، يعني هو عنده 14 سنة. يعني لما تيجي تقولي عن عمر حد معين فبتقولي مثلا لو هو ولد he is، وتقولي عمره 14 years old، لو هو عنده 7 سنين هتقولي 7 years old، لو عنده هو 10 سنين هتقولي 10 years old. فلما بتيجي تقولي عن سن ولد او سن راجل بتقولي he is، وتقول الرقم بتاع عمره وبعدين تقول years old يعني سنوات. فهنا صديقنا ادم هنقول تحت منه he is 14 years old، يعني هو عنده 14 سنة. طب صديقتنا دينا، صديقتنا دينا المكتوب تحت منها she is ومكتوب على الصورة بتاعتها 9، فالمفروض هنقول هنا يا اصحابي She is 9 years old. She is 9 years old. هي عندها 9 سنين. شاطرين كلكو. طب صديقنا يوسف مكتوب على الصورة بتاعته 11 أو 11. مكتوب تحت الصورة هي ونقط مسافة وبعدين المفروض ان احنا نكمل فنقول ايه؟ He is 11 years old. شاطرين. He is 11 years old. هو عنده 11 سنة. He is 11 years old. طب واخر حاجة صديقتنا دي مكتوبة على الصورة بتاعتها 6، فالمفروض احنا هنكتب الجملة كاملة بقى، هنقول ايه يا اصحابي؟ She is 6 years old. She is 6 years old. شاطرين كلكو. هي عندها 6 سنين. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج نمبر 4 وعنوانها I can hop. I can hop يعني انا استطيع ان اقفز على قدم واحدة. احنا عرفنا طبعا الفرق بين hop و skip او يقفز من فوق حاجة، و jump يقفز لفوق بجسمه كله، hop يعني يقفز على قدم واحدة. فهنا بيقول لنا I can انا استطيع hop ان انا اقفز على قدم واحدة. وبيبي بتقول لنا هنا listen استمع and choose واختار then point ثم بعد ذلك أشر شاور يعني and say وقل. فهنا أول حاجة أصحابي مدينا مجموعة صور، كل صورة مكتوب فوق منها رقم من الأرقام، يعني هنا الصورتين دول مكتوب فوق منهم number 1، صورتين دول 2، وهنا 3، وهنا 4. فطبعا بالنسبة للصورتين اللي موجودين تحت number 1 انا هقول لك جملة انت هتستنى عليها وبعدين هتختار الجملة دي بتعبر عن انهي صورة من الصورتين دول وهتكتب تحت منها number one. فلما اجي اقول لك مثلا واحنا بصينا على الصورتين دول اقول لك I can hop هتختار صورة الولد ده ولا صورة الولد ده؟
شاطرين. طبعا هي صورة الولد ده، لأن هو ده اللي بيقفز على قدم واحدة، وهتكتب تحت منه number one. طب لو قلت لك I can jump، I can jump، شاطرين طبعا هتختار صورة الولد ده وهتكتب تحت منها برضو number one. الصورتين التانيين يا أصحابي اللي مكتوب فوق منهم number two، لو أنا قلت لك I can kick، I can kick، هتروح حاطط طبعا هنا number two تحت الصورة بتاعت الولد اللي بيركل الكرة. طب لو قلت لك I can climb، I can climb، climb يعني أتسلق، هتحط number two تحت صورة البنت اللي بتتسلق دي. طب بالنسبة للصورتين اللي مكتوب فوق منهم number three، لو قلت لك I can swim، I can swim، هتحط number three تحت أي صورة؟ شاطرين، تحت صورة الولد اللي بيعوم ده. طب لو قلت لك I can run، I can run، هتكتب 3 تحت صورة الولد اللي بيجري ده. وبالنسبة للصورتين اللي مكتوب فوق منهم number 4، هنا في صورة ولد بينط الحبل وصورة البنت اللي بتتسلق. لو قلت لك I can skip، I can skip، طبعا هتحط number 4 هنا تحت صورة الولد اللي بينط الحبل ده. ولو قلت لك I can climb، I can climb، هتحط طبعا number 4 تحت صورة البنت اللي بتتسلق الحيطة دي. وهنا في جنب الصفحة يا أصحابي بيزي بي بتقول لنا look، انظر، write، اكتب، and say، وقل. طبعا يا أصحابي أنا لما بقول الجملة ببقى منتظر منكم ان انتوا تقولوها ورايا. هنا في صورة ولد، فاحنا هننظر عليها وهنعرف هو بيعمل ايه. واضح جدا ان هو بينط لفوق، فينط لفوق دي معناها ايه؟ شاطرين، ينط لفوق دي معناها jump، jump. يبقى هنا لما يقول لنا تحت الصورة he can، المفروض هنقول he can ايه؟ he can jump. شاطرين، he can jump، he can jump، يعني هو يستطيع ان يقفز. طب الصورة التانية موجود فيها حد بيعوم في المية، والمفروض ان يعوم يعني ايه، او يسبح يعني ايه؟ swim. شاطرين، swim، swim يعني يسبح او يعوم. يبقى لما الاقي تحت الصورة she can هي تستطيع، انا المفروض اكتب ايه؟ she can swim. شاطرين، she can swim، هي تستطيع ان تسبح، she can swim، she can swim. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 5 او صفحة رقم 5، وعنوانها he او she is، هو او هي يكون، هو يكون وهي تكون. وطبعا دي مقدمة بسيطة جدا لverb to be او فعل يكون. وطبعا لما تيجي ان شاء الله تاخدوا الاجازة هتلاقوا عندكم الجرامر بتاع سنة اولى ابتدائي وسنة تانية ابتدائي متجمع فيه طبعا verb to be وverb to have وverb to do، مشروح بشكل مبسط جدا على حلقتين، تبقوا تقدروا تتفرجوا عليهم، هيفيدوكوا جدا ان شاء الله السنين اللي جاية. فهنا is يعني يكون. لما اجي اقول على حد هو يكون، لو هو ولد او راجل يعني، فبقول he is، he is هو يكون. لو هي بنت بقول she is، she is هي تكون. بيزي بي بتقول لنا هنا read، اقرأ، and circle، and circle، وضع دائرة حول. ومدينا في اول صورة صورة بنت، ومكتوب تحت منها she is a girl أو he is a boy، she is a girl هي بنت، أو he is a boy هو ولد. شاطرين طبعا المفروض إن هي she is a girl، هي بنت. طب في الصورة number 2 في ولد وبيتسلق حاجة من الحاجات، ومكتوب تحت الصورة she is a girl ولا he is a boy؟ he is a boy. شاطرين، he is a boy، لأن احنا زي ما احنا شايفين هو ولد. طب في الصورة number 3 مكتوب تحت الصورة she is a girl ولا he is a boy؟ he is a boy. شاطرين، he is a boy زي ما احنا شايفين قدامنا، فهنعمل حواليها circle زي ما احنا شايفين. طب في الصورة number 4 في بنت بتعمل skip rope او jump rope، والمكتوب تحت منها she is a girl ولا he is a boy؟ she is a girl. شاطرين، she is a girl او هي بنت. طب في الصورة number 5 في ولد بيعمل كيك ذا بول او بيركل الكرة، مكتوب تحت منها she is a girl ولا he is a boy؟ he is a boy. شاطرين، he is a boy. ونمبر 6 فيها صورة بنت بتعمل swimming او بتعوم، ومكتوب تحت منها she is a girl ولا he is a boy؟
She is a girl. شاطرين. She is a girl طبعا. وآخر صورة موجود فيها بنوتة بتعمل هوب أو بتقفز على قدم واحدة ومكتوب تحت منها She is a girl ولا He is a boy. She is a girl. She is a girl طبعا لأن هي بنت زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا آخر حاجة مكتوبة في البيج دي رول بلاي. رول بلاي يعني قلد كل صورة من الصور دي طبعا من غير ما نأذي نفسنا. تعمل حاجة اسمها رول بلاي، تقلد الصور دي وتتبادل أدوار معاها. فمفروض ان انت ممكن تلعب هنا هوت زي البنت دي ما بتلعب تتسلق. طبعا لو انت في مكان في حاجة ممكن تتسلقها من غير ما تأذي نفسك. في الصورة دي تقفز تعمل جامب، في الصورة دي لو عندك حبل تقدر تعمل جامبنج روب او سكيبنج ذا روب. لو هنا عندك كورة تقدر تلعب بالكورة وتعمل كيك ذا بول. لو عندك مكان فيه مية او حمام سباحة تقدر تعمل سويمنج او تعمل نفسك بتعوم في مكان فيه مية. واخر حاجة تعمل هوب او تقفز على قدم واحدة زي ما احنا شايفين قدامنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 6 او صفحة رقم 6 وعنوانها Families are different. Families الأسر العائلات are different مختلفة. الأسر والعائلات مختلفة. طبعا أسرة كل واحد مش زي أسرة التاني. ممكن واحد يبقى عنده أسرة كبيرة عدد الأفراد فيها كتير، ممكن حد تاني يكون عنده أسرة صغيرة ما فيهاش غير بابا وماما بس. different طبعا احنا عرفنا ان معناها مختلف. Families are different الأسر أو العائلات مختلفة. بيزي بي بتقول لنا draw ارسم and write واكتب. ارسم واكتب draw and write. My family my family يعني أسرتي. فهترسم هنا صورة الأسرة بتاعتك، صورتك انت وبابا وماما. ولو عندك اخوات ولاد او بنات تقدروا ترسموهم كمان علشان تبقوا رسمتوا الأسرة بتاعتكو. وهنا تحت كلمة my family. وبيقول تحت الصورة I have. I have يعني أنا أملك، أنا لدي، أنا عندي. I have وهنا مسافة وبعدين مكتوب brother أو brothers. brother لو أخ واحد، brothers لو أخوة أو أكتر من أخ ولد. فلو أنت عندك أخ واحد هتكتب هنا one. لو عندك أكتر من أخ هتكتب عدد إخواتك الولاد. and و وبعدين مسافة وبعدين sister أو sisters. sister يعني أخت، sisters بإس الجمع يعني إخوات بنات. فهتكتب هنا لو عندك إخوات بنات هتكتب طبعا عدد إخواتك البنات. لو هي أخت واحدة هتكتب one، لو أكتر هتكتب عدد إخواتك البنات. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 7 أو صفحة رقم 7. بيزي بي بتقول لنا هنا look انظر and write واكتب then point ثم بعد ذلك اشر شاور and say وقل. فاحنا هنشوف الصور بعدين هنكتب في الاماكن الفاضية الكلمات الناقصة وبعدين هنشاور وهنقول كل كلمة كتبناها بشكل سليم. فموجود هنا عندنا فوق الكلمات اللي هنكمل بيها الفراغات aunt. aunt يعني عمة او خالة. aunt aunt aunt. daddy daddy يعني اب او والد. daddy daddy. cousin cousin ابن او بنت العم او العمة او الخال او الخالة ده اسمه cousin. cousin cousin cousin. sister sister sister. sister يعني اخت طبعا زي ما احنا عارفين كلنا. فمدينا هنا صورتين من صور الأسر. أول صورة موجود فيها صورة الأم والأب والأخ والأخت. فالأم مكتوب فوق منها مامي 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 يعني أم. وصورة الأب موجود جنب منها مربع فاضي فالمفروض هنكتب فيها إيه يا أصحابي؟ دادي. شاطرين. دادي دادي يعني أب أو والد. دادي دادي دادي. وبعدين هنا صورة الأخ ومكتوب تحت منها brother 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 يعني أخ. وصورة الأخت موجود فوق منها مربع فاضي المفروض هنكتب فيه إيه يا أصحابي؟ sister 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 يعني أخت. شاطرين كلكو. sister sister sister. أما الصورة التانية يا أصحابي ففيها صورة
العم او الخال ومكتوب فوق منها انكل، انكل يعني عم او خال، والمفروض العم او الخالة موجودة وموجود جنبها مربع فاضي، فالمفروض هنكتب فيها ايه يا اصحابي؟ aunt. aunt. شاطرين كلكم. aunt يعني عم او خالة. aunt aunt aunt. مرة كمان aunt 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 يعني عم او خالة. وهنا موجود بنت مكتوب تحت منها cousin 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 يعني ابن او بنت العم او العمة او الخالة او الخال، فالمفروض هنا في ولد برضو المفروض ان هو ابن العم او الخال وموجود فوق منه مربع فاضي، فالمفروض نكتب في المربع ده ايه يا اصحابي؟ cousin. شاطرين cousin برضو لان هو ابن العم او العمة او الخال او الخالة، وهنكتب هنا cousin وهنقول cousin cousin cousin. وبكده نكون حلينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفاد او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.